السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيفكم يا تاسع؟ اليوم بدنا نبدأ مع بعض بدرسنا الجديد، مكونات النظام الشمسي. مكونات النظام الشمسي بدنا نعرف في إيش مكونات النظام الشمسي، من إيش بيتكون، إيش الكواكب والأقمار، إيش أسمائهم، شو صفاتهم، شو الخصائص الفيزيائية تاعتهم. هلأ مع بعض بدنا نمشي خطوة بخطوة. بداية بدنا نحكي مكونات النظام الشمسي. يتكون النظام الشمسي من نجم واحد فقط وهو الشمس، ومن الكواكب وأقمارها والكويكبات والمذنبات. وتشكل الشمس نسبة 99.86% من كتلة النظام الشمسي. إذا أنا عندي في النظام الشمسي يتكون من نجم واحد وهو الشمس، 2 عندي كواكب وأقمار وأقمارها، 3 الكويكبات والمذنبات. هلأ إيش يلي بيخلي يمس النظام الشمسي أو مكونات النظام الشمسي تنجذب مع بعض، أو يصير عندي في بيناتهم رابط، ما بيصيروا إنهم مثلا إنهم يسبحوا بالفضاء كل واحد لحال؟ كيف يتشكل عند النظام الشمسي؟ بسبب قوة جاذبية الشمس. سبحان الله، عندنا الشمس كتلتها عالية، فيها قوة جذب عالية، فبتجذب مكونات النظام الشمسي كاملة لإلها. سبحان الله، كل واحد في مسار معين. طبعا هاي صورة بتمثل لي مكونات النظام الشمسي من شمس وكواكب وكويكبات. عندنا نبلش نحكي عن الكواكب. الكواكب عندنا يمس 8 كواكب حول الشمس تدور من الغرب إلى الشرق، كل واحد زي ما احنا شايفين إله فلك مدار أو مدار بيدور خاص فيه. إيش يمس هدول الكواكب؟ عندي زي ما انتو شايفين 8 كواكب. عندنا هون كأنه في عندي 4 صغار و4 كبار. عندنا الأربعة القريبين من الشمس بنسميهم كواكب داخلية، والكواكب اللي بعيدة عن الشمس بنسميها كواكب خارجية. رح نعرف شو هم الكواكب الداخلية وشو هم الكواكب الخارجية وشو أسمائهم. بنبلش عندي أول كوكب بعد الشمس اللي هو عطارد، الزهرة، ثم الأرض، المريخ. بعدين بيجي عنا أكبر الكواكب المجموعة الشمسية، المشتري، الكوكب الجميل زحل، ومن ثم أورانوس، وآخر كوكب نبتون. كان فيما سبق كوكب أصغر من نبتون يسمى بلوتو، ولكن قاموه من مجموعة الكواكب بسبب صغر حجمه، ولأنه عبارة عن قطعة متجمدة، فالعلماء حكوا انه خصائصه ما بتسمح له انه يضل من الكواكب، واختصروهم، كانوا 9 صاروا عندنا هلأ فقط 8 كواكب. نحكي هلأ طبعا يا تاسع، الكواكب الثمانية حفظ بالترتيب من قربها للشمس لبعدها عن الشمس. نيجي للسؤال، سؤال: لماذا لا تتصادم كواكب النظام الشمسي؟ ليش يمس عندي أنا في كواكب مثلا المشتري وزحل وهم ماشيين ما بيصطدموا في هاي النقطة؟ لأنه كل واحد له مسار خاص فيه، كل واحد يسير بسرعة محددة ومسار أو مدار خاص فيه. كم عدد الكواكب المجموعة الشمسية؟ 8 كواكب. كيف تستمد الكواكب ضوءها؟ أكيد كل كواكب والكويكبات وأقمارهم يستمدوا ضوءهم من الشمس. ما الخصائص العامة المشتركة للكواكب؟ عندنا الخصائص العامة والمشتركة للكواكب هي عبارة عن أجسام معتمة، كل واحد منها يدور في فلك حول الشمس. يعني لو جبت لك في الامتحان الخصائص العامة بدك تكون عارف إنهم كلهم أجسام معتمة، 2 كلها بتدور في مدارات حول الشمس. ما الخصائص الفيزيائية للكواكب؟ عندي 4 خصائص. أول إشي الحجم،
كل واحد حجمه بيميزه عن الثاني، درجة الحرارة، سرعة دورانها حول الشمس، وطبيعة سطحها. راح نحكي عنهم بالتفصيل. مثلا عندي سرعة المدارية لعطارد بتختلف يمس عن كوكب المشتري، كل واحد له سرعة خاصة فيه. طبيعة سطحه مثلا الزهرة راح تكون غير عن طبيعة سطح أورانوس، غير عن طبيعة سطح نبتون. بينما متوسط درجة الحرارة أكيد رح يلعب دور قربها وبعدها عن الشمس دورا كبيرا في هذا المجال، حيث الكواكب يلي رح تكون قريبة من الشمس أكيد هون رح تكون متوسط درجة حرارتها أعلى من هدول. ليش؟ لأن هدول قريبة من الشمس رح يكون درجة حرارة عالية جدا في النهار ومتوسطة في المساء، بينما هدول أساسا بعاد عن الشمس، فمتوسط درجة حرارتهم بيوصل مثلا عندنا أورانوس سالب 195 متوسط درجة الحرارة. فكل هاي الخصائص الفيزيائية رح نحكي فيها يمس في خلال أول فيديو. هل تتشابه الخصائص الفيزيائية للكواكب؟ لا، بل تختلف من كوكب إلى آخر. سؤال: ما أكبر الكواكب وما أصغرها؟ نطلع من خلال الصورة. أكبر الكواكب المجموعة الشمسية عندنا الكوكب العملاق، يسمى بالكوكب العملاق اللي هو المشتري، بينما أصغرها هو عطارد، أقربها إلى الشمس وأصغرها حجما. إذن نربط المعلومات ببعض. أكبر الكواكب المجموعة الشمسية المشتري ويسمى العملاق، يعني لو جبت لك بالامتحان ضع دائرة ما أكبر الكواكب المجموعة الشمسية، أورانوس ولا الكوكب العملاق ولا نبتون، بدك تكون عارف إنه الكوكب العملاق هو الكوكب المشتري. ما العلاقة بين بعد الكوكب عن الشمس والسرعة المدارية للكوكب؟ عندي السرعة المدارية، لما أجي أحكي عن السرعة المدارية للكوكب هي معدل سرعة دورانه عن الشمس. طيب يمس، إيش العلاقة بين بعد الكوكب عن الشمس والسرعة المدارية؟ عنا علاقة عكسية، كلما كانت بعد الكوكب عن الشمس بعيد رح تكون السرعة المدارية له أكثر. إذن العلاقة عكسية. ما العلاقة بين بعد الكوكب عن الشمس ونصف قطر الكوكب؟ يعني في علاقة مثلا بين قطر نصف قطر الكوكب مثلا نبتون ونصف قطر المشتري في دورانه حول الشمس؟ لا يمس، طبعا ما في أي علاقة. أي الكواكب أسرع حول دوران حول الشمس؟ مبين يمس عنا عطارد. ما العلاقة بين بعد الكوكب عن الشمس وزمن دورانه حولها؟ علاقة طردية، كلما كانت الكواكب أبعد كان زمن دورانه أكبر. ما المقصود بالسرعة المدارية؟ حكينا هي معدل سرعة دوران الكوكب حول الشمس. لماذا تزداد سرعة الكوكب المدارية كلما اقتربنا من الشمس؟ كلما قل بعد الكوكب عن الشمس زادت جاذبيته، مما يؤدي إلى تزايد سرعة دوران الكوكب حول الشمس. نيجي نحكي ما المقصود بالوحدة الفلكية. الوحدة الفلكية هي متوسط بعد مركز الأرض عن مركز الشمس، وقدر العلماء متوسط البعد بقرابة 150 مليون كيلو متر، يعني المسافة بين متوسط مركز الأرض ومركز الشمس 150 مليون كيلو متر. ما المقصود بيوم الكوكب؟ إحنا بنعرف يا تاسع إنه
احنا الكرة الأرضية أو حياتنا على كوكب الأرض عنا 365 يوم تقريبا السنة. طيب يا مس، كيف بينتج؟ بينتج اليوم من خلال دوران الكوكب حول محوره. طيب احنا عندنا 365، احنا عارفين قديش ايام، أي عدد ايام السنة عندنا في كوكب الارض. بدنا نشوف شو يعني يوم الكوكب بالنسبة للكواكب الاخرى وقديش عددها. يوم الكوكب هو الفترة الزمنية لكي يتم الكوكب دورة كاملة حول محوره، وتختلف هذه الفترة من كوكب إلى آخر. يعني إحنا في الكرة الأرضية عندنا أو في كوكب الأرض 365 يوم، بينما في الكواكب الأخرى لا، راح تكون مختلفة. ما أسرع الكواكب دورانا حول محوره كوكب المشتري؟ ما المقصود بسنة الكوكب؟ هي الفترة الزمنية اللازمة لدوران الكوكب حول الشمس. دوران الكوكب حول الشمس، تتغير سنة الكوكب من كوكب لآخر في القوارب، في الكواكب القريبة من الشمس تكون سنتها قصيرة مثل عطارد. عطارد أقرب للشمس، إذن حيكون سرعة دورانه حول الشمس أكثر من الكواكب الثانية، إذن السنة تاعته قليلة. بينما الكواكب البعيدة عن الشمس مثلا نبتون حتكون سنة الكوكب تاعته طويلة. ليش؟ لأنه بعيد عن الشمس، رح ياخد فترة طويلة وهو بيدور حول الشمس في مدار معين. ما شكل مدار الكوكب حول الشمس؟ مدارات إهليجية. إذن تدور الكواكب حول الشمس في مدارات إهليجية. نيجي يمس نحكي عن مدار الأرض حول الشمس. مدار الأرض حول الشمس حكينا إهليجي. في حالة دوران الأرض حول الشمس بتمر عندي الأرض في شكلين اللي هما الأوج والحضيض. شو يعني يمس أوج وشو يعني حضيض وشو أهميتهم علينا إحنا يلي عايشين على كوكب الأرض؟ الأوج هو نقطة على المسار البيضوي لكوكب حول الشمس، يكون عندها الكواكب في أبعد نقطة له عن الشمس. إذن هي نقطة على المسار البيضوي أو المسار الإهليجي للكواكب حول الشمس، يكون عندها الكواكب في أبعد نقطة عن الشمس. يعني هون الشمس وهون الكوكب أكبر مسافة، هاي المسافة بسميها أوج. بينما الحضيض هي نقطة على المسار البيضوي للكواكب حول الشمس، يكون عندها الكوكب في أقرب نقطة له من الشمس. هون المسافة بين الكوكب والشمس مسافة قليلة، بسميها في هاي الحالة الحضيض. تصنيف الكواكب حسب خصائصها الفيزيائية والاعتماد على عن بعدها عن الشمس. حكينا في الصورة اللي أنا ورجيتكم إياها قبل شوي، من خلال الشكل راح نصنفها لكواكب حسب قربها وبعدها عن الشمس إلى كواكب داخلية وكواكب خارجية. الكواكب الداخلية أربعة صغار ومسمسمين، وعندي الكواكب الخارجية كواكب ضخمة نوعا ما، وخصائصهم تقريبا بتتشابه. بينما الخصائص الكواكب الداخلية فيما بمجمله انه ايضا خصائصهم بتتشابه، وهلا راح اعطيكم خصائص الكواكب الداخلية والكواكب الخارجية. الكواكب الداخلية اللي هم الاربعة الصغار، عطارد والزهرة والارض والمريخ، هم عبارة عن كواكب صخرية. إذن هم عبارة عن كواكب صخرية. بينما الكواكب الخارجية هم المشتري وزحل وأورانوس ونبتون، هم عبارة عن كواكب غازية. طبيعة السطح الخارجي أو طبيعة سطح
الكوكب هي غازي، عشان هيك سميوا بالكواكب الغازية. علّني سبب تسمية الكواكب الداخلية بالكواكب الصخرية بسبب تكونها من الصخور. إذن سبب تسمية الكواكب الداخلية بالكواكب الصخرية بسبب تكونها من الصخور. اثنين، علّلي سبب تسمية أو علّل سبب تسمية الكواكب الخارجية بالكواكب الغازية بسبب تكونها من الغازات وليس من الصخور. سؤال عدد الكواكب الداخلية هما عطارد والزهرة والأرض والمريخ بالترتيب، نحاول نحفظهم بالترتيب عشان لو أجونا بالامتحان يكونوا بالترتيب يا مس. بماذا تمتاز الكواكب الداخلية؟ واحد، قربها من الشمس، قلة أقمارها، صغر حجمها نسبيا. إذن خصائصها هيني بحكي، هدول مهمين. بماذا تمتاز الكواكب الداخلية؟ تمتاز بقربها من الشمس، قلة أقمارها، وصغر حجمها نسبيا. عدد الكواكب الخارجية هم الأربعة الكبار، المشتري وزحل أورانوس ونبتون. وبماذا تمتاز؟ أنها حجم ذات حجم كبير، كثرة أقمارها، وجود حلقات تدور حول محورها زي كوكب زحل. إذن خصائصها ذات حجم كبير، كثرة أقمارها، وجود حلقات تدور حولها، أشهر مثال كوكب زحل. لماذا لا يوجد أقمار لكوكب زهرة وعطارد؟ بسبب صغر حجمها بالنسبة للكواكب، عشان هيك أنا ما عندي إلهم لما عندي إلهم أقمار. نيجي نحكي يا مس هلأ إحنا بالنسبة إلى الأرض قديش عنا عدد الأقمار؟ كلياتنا أكيد عارفين إنه عنا قمر واحد، هذا القمر اللي عنا ليس له غلاف جوي وتنتشر على سطحه الفوهات النيزكية. المريخ صديقنا القريب منا اللي منتشابه معاه في كثير من الخصائص، إلنا إله قمرين صغيرين وغير منتظمين الشكل. بينما المشتري حكينا إلهم كثرة أقمار الكواكب الخارجية، إله 67 قمر، بينما كوكب زحل له 64 قمر، وأورانوس 27، ونبتون أيضا له 14 قمر. تمام، إذا هيك إحنا يا تاسع بنكون خلصنا مكونات النظام الشمسي. بتمنى منكم تنزلوا التلخيص على الدفتر وتحضروا درس مكونات أخرى للنظام الشمسي، إن شاء الله راح أعطيكم إياه في الفيديو التالي. ويعطيكم ألف عافية يا تاسع.